السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نصيحة اليوم مع محمد أحليمي. اليوم إن شاء الله حديثنا غيكون على واحد الموضوع جد جد مهم، واللي هو موضوع ديال هذيك المايونيز اللي ولاو الناس كيقول لك لا اليوم غنصاوبها واخا بالبيض البلدي. فخصنا نعرفوا واحد المعلومة باللي البيض البلدي، واللي كلشي كيعرف باللي فيه الأصفر وفيه الأبيض. فالأصفر يحتوي على العديد من الفيتامينات، ومنها فيتامينات جروب بي، وبالخصوص واحد الفيتامين اللي هو B8 او B8. الابيض ديال البيض يحتوي على بروتين، من العديد من البروتينات، ومنها بروتين اللي يسمى بالافيدين. فلما كناخذوا البيض اخضر بالدارجه ديالنا المغربيه، او البيض النيئ، فالبيض النيئ يعني كيكون فيه هاد ماده الافيدين، هي ماده اللي باقا فعاله، ماده اللي كتتحد مع فيتامين B8 وكتكون واحد المركب كومبلكس افيدين فيتامين B8، مما يحول دون امتصاص فيتامين B8، مما يؤدي الى اضعاف الطاقه ديال الجسم، اضعاف استخراج الطاقه من الدهنيات، اضعاف استخراج الطاقه من السكريات، وبالتالي يقدر الانسان يحس بواحد العياء، ويحس بواحد قله التركيز، ويحس بالعديد من الاعراض اللي ناتجه عن نقص فيتامين B8 اللي هو مهم في الجسم البشري. فهاد الافيدين هذه تمنع امتصاص فيتامين B8. هادشي هذا سائر على الناس اللي كياخذوا المايونيز، الناس اللي كياخذوا البيض ما طيبش مزيان، او البيض النيئ. بالنسبه للعديد من الرياضيين اللي كيقول لك انا غنشرب البيض خضر او البيض النيئ، هذا يعني في بخطوره بمكان. هذا الشيء علاش يجب ان نتجنب هذه العاده هذه. سواء البيض دائما يجب ان يتعرض لدرجه الحراره، لان في 70 درجه الحراره كيبدا هذاك الابيض ديال البيض كيبدا يتكواغولا، كيبدا يعني يطيب. فهاد 70 درجه الحراره كافيه انها تحيد العمل اللي هو تثبيت فيتامين B8 واللي هو الافيدين. فهاد ماده الافيدين بالمناسبه هي عباره عن ماده تفرزها يعني جسم الدجاجه او جسم الطائر، لما كتكون هاد البيضه هذه يفرزها من اجل يعني حكمه ربانيه، وهي حمايه هذيك البكتيريا من التكاثر البكتيري اللي كاينه في هذه البيضه هذه. فان فوا نبغيو نستعملوها، فهذه الماده هذه ما كنبقاوش محتاجين ليها في البيضه. فان فوا كتعرض البيضه لدرجه الحراره ما كتبقاش هذه الماده، لانها تيرمو سنسيبل او لا حساسه للحراره. وهذا الافيدين ما كاينش غير في هذا المسار هذا، كاين بعض البكتيريات منها العائله ديال ستريبتوميسين اللي كتعطينا ستريبتافيدين. وهذا ستريبتافيدين ما عندوش واحد الخطوره كبيره، هو الحده ديالو اقل، مي كاينه هذا الافيدين اللي كاينه في هذا البيض هذا اللي كنسميوه حنايا الافيدين فونكسيونيل. فهذا الشيء علاش استهلاك المايونيز نيئ بالبيض الاخضر نيئ بهذه الطريقه هذا، فهذا لا يحبذ ابدا ويجب تجنبها، كما يجب تجنب هذاك البيض اللي كيكون ما طايبش مزيان خلال التحضير الوجبات ديالنا. كانت هذه هي نصيحة اليوم مع محمد أحليمي، أكاديمية فن الحياة. وما تنساوش أكاديمية فن الحياة، عالم أصيل يناديكم. السلام عليكم.